حقيقة احنا بأعمارنا كلش هواي شفنا أفلام هندية، أفلام هندية وأفلام كابوي وأفلام مع العصابات وأفلام اللي راح أحكي ما موجود بأي فيلم هندي، واللي راح أسولفه ما إلى نظير بالعالم. يابا ترى الفساد، ثقوا بالله العلي العظيم، صار ثقافة مجتمعية، يعني صار ما أعرف حتى المجتمع يدافع عنه. آخر صراعات الفساد بالبلدية، آخرها هاي آخر صراع. أنت بشغلينك مشرف عمل تي تاكل لك خبيزة، معقولة الشغل لك اثنين بالتقاطع يجدون إلك والبلدية تدفع راتبهم؟ شرفكم سامعين بهاي السالفة بالهند بالسند بألف ليلة وليلة؟ سامعين بهذا الفيلم؟ ها؟ سامعين بي؟ لوين التجرأ صار على الأخلاق؟ يعني موضوع ما يتحمل والله العظيم، ما أدري. يعني أنت وقفهم براس الشارع بالتقاطع يجدون إلك والبلدية تدفع رواتبهم؟ إذا لا تلومون الناصرية ليش يعني مدينة ما ترتقي إلى المدن الحديثة والمدن النظيفة والمدن كذا. يرضيكم هذا بشرفكم، بشرفكم اكو هيك فيلم هندي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.